مشاهدي فضائية الحقيقة الدولية ضمن جولة كاميرا الحقيقة الدولية في المحافظات، الآن نحن موجودين في محافظة المفرق وتحديدا في مديرية الدفاع مدني المفرق للاطلاع على واقع الاستعداد لفصل الشتاء الحالي الذي طبعا أنعم الله علينا بحبات الخير التي بدأت تهطل على محافظة المفرق وباقي محافظات المملكة. كونوا معنا. مشاهدي فضائية الحقيقة الدولية، أثناء تجوالنا في مديرية الدفاع المدني محافظة المفرق والاستعداد التام من قبل النشامة، نشامة الدفاع المدني نشامة أبو حسين، نلتقي مع أحد الضباط، عرفنا عن نفسك. الملازم كارم العماوي. شو دورك؟ أنا هنا ضابط عمليات معالجة الحوادث. كيف الاستعدادات لفصل الشتاء؟ استعداد تام إن شاء الله، جاهزين لأي طارئ، جاهزين لأي مداهمة سيول، لأي ثلوج، إن شاء الله استعداد تام. الاستعداد على مدار ال 24 ساعة طبعا، وليس طبعاً في فصل الشتاء فقط. طبعا استعداد تام، لكن فصل الشتاء له خصوصية خاصة وله تحذيرات. استعداد لفصل الشتاء لأي طارئ، لأنه بتكون الحوادث عادة أخطر وأصعب شوية. في لقاء آخر نلتقي مع أحد النشامة، نشامة الدفاع المدني، نشامة دفاع مدني محافظة المفرق ومديرية الدفاع المفرق ونشامة أبو حسين، عرفنا عن نفسك. أنا معك الوكيل علاء قدري فياض من محافظة تربد. شو مجال عملك؟ أنا مداوم هون مساف. مساف ضمن اختلاليات السعف الموجودة داخل مديرية الدفاع مدني المفرق. بنقوم بالواجبات اللي موكلة لنا من قبل بالنسبة لسيارة الإسعاف، بتقديم الحالات الإسعافات الأولية بالنسبة للإصابات اللي بنطلع عليها داخل محافظة المفرق. طبعا ضمن مجال عملي، ضمن الدورات اخذتها، المعلومات اخذتها نقدمها للمصابين. محمد القواسم. شو هاي الاليه؟ هاي هيجلنت. نعم. تقوم بالثلوج، تحمل اشخاص. نعم. انقاذ محاصرين بالثلوج. مجنزره هاي على ما يعني شايف شو مجنزره هاي؟ هيجلنت مجنزره مهيئه للثلوج، مهيئه لفصل الشتاء. ماشي. حالات الغرق، نقل الإصابات، إنقاذ محاصرين بالثلوج في السدود. نعم. تمشي بالمي. الدفاع المدني أوجد وحدة الغطس داخل مديريات الدفاع المدني وخصوصا في محافظة المفرق. نلتقي مع أحد الأخوة الغطاسين من أفراد دفاع مدني محافظة المفرق، عرفنا عن نفسك. الشرطة صيف سلمان ريحنا. شو واجبكم؟ وإنقاذ المحاصرين من حالات الغرق. نعم. حدوث الحالات الغرق، إنقاذهم وخروجهم من الماء. يعني ضمن دورات غطس مخصصة؟ نعم صحيح. نعم يعني صحيح. الحالات اللي تختص ضمن جوار امتصاصية. نعم. برك زراعية، سدود، إنقاذ سدود، أبحر. في فصل الشتاء وفي الصيف يزداد. فصل الصيف يزداد أكثر. استعدادات كبيرة جدا من قبل مديرية الدفاع المدني محافظة المفرق. نلتقي الآن مع عطوفة خالد بيك شبول، رئيس أو مدير مديرية دفاع مدني محافظة المفرق، ليحدثنا أكثر عن واقع الحال والاستعداد إلى في فصل الشتاء الحالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بنرحب فيكم في مديرية دفاع مدني المفرق، نشكر الحقيقة الدولية على هذا الاستضافة، ونشكر رب العالمين على هذه النعمة، نعمة الشتاء. الحمد لله رب العالمين. فمثل ما بتعرف أخي الكريم أنه استعدادات الدفاع المدني دائما وأبدا على مدار الـ 24 ساعة في جميع الظروف، سواء كانت ظروف شتاء أو غير شتاء، من حيث التعامل مع الحوادث العادية والطبيعية في بشكل يومي، من حيث التعامل مع حوادث الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بشتى أنواعها. لكن مثل ما بتعرف حضرتك في فترة فصل الشتاء هناك ارتفاع، أو خلينا نقول من نعمل استعداد زائد عن الاستعدادات في الظروف العادية، من حيث خلينا نقول تجهيز كاسحات الثلوج مثل ما شفت حضرتك، ما تراش شفط المياه،
من حيث سيارات الهانجلاند اللي هي النقل الجماعي اللي تستخدم في فترة الشتاء من حيث ارتفاع منسوب المياه في الأماكن المنخفضة السيول وما إلى ذلك، بالإضافة لذلك يمكن استخدامها في حالة لما بيحدث عندنا تراكمات للثلوج في فصل الشتاء. أخي الكريم، بخصوص محافظة المفرق، أنت بتعرف أنه منطقة مأهولة بالسكان، بالإضافة لذلك مساحة شاسعة ومنطقة صحراوية، ويوجد هناك بعض المناطق في محافظة المفرق أثناء فصل الشتاء يحدث فيها تراكمات للثلوج، مثل مثلا منطقة أم القطين، منطقة دير الكهف، فهاي يوجد لها تعاملات من حيث الحوادث بخصوصية. بخصوص الحوادث، ورسالتي إلى أهلي وإخواني في محافظة المفرق، أول إشي أنه ننتبه لإرشادات الدفاع المدني اليومية، مثل ما بتعرف عن طريق إدارة التثقيف الوقائي في مديرية الدفاع المدني، من حيث استخدام وسائل التدفئة بجميع أنواعها، سواء كانت على التي تعمل على الكهرباء أو التي تعمل على الحطب أو التي تعمل على المواد البترولية بجميع أنواعها، سواء كانت كاز أو غاز وما إلى ذلك، من حيث أنه لا نترك الأطفال لوحدهم في حول هذه الوسائل التدفئة، بالإضافة لذلك أنه نهوي المكان اللي إحنا بنكون موجودين فيه في فصل الشتاء، بالإضافة لذلك أنه أثناء خروجنا من المنزل أنه نتأكد ونعمل عملية تأكيد على أنه هاي الوسائل التدفئة تم إغلاقها بإحكام، حتى ما يحدث لا سمح ربي أي مكروه لمواطنينا. بخصوص وسائل التدفئة، إذا تعرف أنه إذا بصير هناك ضغط للمكان اللي إحنا موجودين فيه، برضو ممكن يحدث أو النوم أثناء استخدام وسائل التدفئة، ننام ونخلي وسائل التدفئة مشتعلة، ممكن برضو أدي ذلك إلى الاختناق، وانت بتعرف حضرتك ومتابع أنه حدث عدة حالات اختناق في فترات مختلفة أثناء فصل الشتاء في عدة سنوات في فصل الشتاء، فبحاجة أنه الانتباه واليقظة، ما نترك ما يكون نام ووسائل التدفئة مشتعلة. فهاي رسالتي لإخواني وأهلي في محافظة المفرق بشكل مختصر. أخي الكريم، رسالتك خالد بيك إلى إخواننا الأخوة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري والقاطنين ضمن المخيمات العشوائية، رسالتك لهم في فصل الشتاء؟ والله الرسالة أخي الكريم، مثل ما بتعرف أنه المخيمات، إحنا موجودين إخواننا السوريين في محافظة المفرق ضمن مخيم الزعتري، وانت بتعرف أنه الأماكن اللي يكون يستخدموها اللي هي الهناجر، أو خلينا نقول اللي هي الكرفانات، بحاجة أنه ننتبه لوسائل التدفئة، ومثل ما حكيت لك في بداية الأمر، وعدم خلينا نقول أنه نترك وسيلة التدفئة مشتعلة أثناء النوم، بالإضافة لذلك نخفف من حركتنا بقدر المستطاع أثناء فصل الشتاء بالنسبة للمخيمات والخروج إلا للضرورة القصوى، وفي حال والانتباه بالدرجة الأولى إلى إرشادات الدفاع المدني والوسائل الإعلام بشتى أنواعها، سواء كانت المرئية أو المقروءة بجميع أنواعها، بالإضافة لذلك أنه المخيمات، الأماكن المنخفضة، أماكن نزول السيول زي هاي الأماكن، بحاجة أنه ننتبه إلها، نحاول قدر المستطاع أنه هاي الأماكن أنه ما نرتادها أو ما نتواجد فيها في فصل الشتاء وفترة الفيضانات. بحب أشير إلى النشرة الجوية، النشرة الجوية برضه تعطي قراءات، إن بتعرف إنه الآن صار في وسائل حديثة وتكنولوجيا متقدمة في تنبيه المواطنين في حالة فصل الشتاء، إنه والله بكرة في عندنا منخفض جوي، في عندنا ثلوج، في إلى آخره، فهاي برضه بحاجة إنه المواطن يكون في عنده وعي زائد على إنه هاي النشرة الجوية برضه بتساعدنا في أنه نعمل قراءات، نعمل احتياطاتنا الوقائية بجميع أنواعها، حتى أنه ما يحدث لنا أي شيء في فصل الشتاء لا قدر الله. بدنا نشكر عطوفة خالد بيك شلول على ما أبداه من معلومات قيمة لأبنائنا في محافظة المفرق. وفي نهاية اللقاء، نحن الآن موجودين ضمن أفراد الدفاع المدني، مديرية الدفاع المدني محافظة المفرق، أبناء أبا الحسين الذين لا يألون جهدا عن تقديم أي خدمة لأي محتاج في محافظة المفرق، ونحن الآن ضمن حبات الخير التي تهطل على محافظة المفرق وباقي المحافظات.
هم على استعداد تام للتعامل مع أي حدث يطرأ ضمن محافظة المفرق. للحقيقة الدولية، مديرية دفاع مدني للمفرق، حسين علمات.